الآن نشرة الأخبار مع سؤدد طارق. نشرة رئيسة لأهم الأنباء، أهلا بكم. نبدأها بأهم ما فيها. نخوض حربا ضد تجار الشعارات والمفسدين. الكاظمي يتعهد أمام ذوي شهداء ومغيبي ذي قار، سنكشف قتلة المتظاهرين. جرافات سياسية ودعايات مبكرة تهدد جامع النبي يونس. أثاريون يحذرون من امتداد الحملات الانتخابية إلى الآثار التاريخية. وزير النفط يكشف المستور ويفضح ألاعب الأحزاب. يطالبونني بالعقود والتعيينات ويبتزونني بالجيوش الألكترونية والقنوات. 30 دولاراً للبرميل بين السوق والموازنة. ارتفاع النفط ينعش الخزينة ومتضرروا الفلوجة يتساءلون أين التعويضات. صرخات ضحايا التغييب بلا مجيب. 7 سنوات على غصة المدن المحررة بلا حلول وعزم على كشف المصير المجهول. أهلا من جديد. البداية من زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى محافظة ذي قار، حيث أكد الكاظمي أن تغييب الناشطين والاعتداء عليهم يأتي ضمن معركة تخوضها الدولة ضد الفساد والخراب وتمدد المفسدين والمتاجرين بالمطالب. وأكد الكاظمي خلال لقائه بمجاميع من متظاهري ذي قار ووالدة شهيد التظاهرات عمر سعدون ووالد الناشط المختطف سجاد العراقي، أكد أن الحكومة عازمة على تنفيذ مطالب المتظاهرين وتوفير فرص العمل والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ الانتخابات بما يضمن أن تكون الصناديق هي المعبر الحقيقي عن صوت العراقيين، لافتا الانتباه إلى أن الحكومة عازمة على إعادة هيبة الدولة وأنها ترفض منطق الانتقام. هذا وزار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عائلة الشهيد أنس مالك الذي استشهد متأثرا بجروحه بعد إصابته خلال التظاهرات في مدينة الناصرية العام الماضي. وأكد الكاظمي أن الأجهزة الأمنية والقضائية جادة بالعمل للوصول إلى قتلة الناشطين، كما تمكنت السلطات في وقت سابق من إلقاء القبض على قتلة الصحفي الشهيد أحمد عبد الصمد وفرق الموت في البصرة وعدد من قتلة المتظاهرين، مبينا أن لعائلات الشهداء حقوقا على الحكومة وعلى العراق بأكمله سواء كانوا من شهداء القوات الأمنية أم شهداء تظاهرات تشرين، وجزءا من حقهم هو الوصول إلى انتخابات نزيهة وعادلة ومعبرة عن صوت الناس وتضحيات الشهداء. وأكد الكاظمي خلال عقده اجتماعا أمنيا مع القيادات الأمنية في محافظة ذي قار، أكد أن حياة المواطنين يجب أن تحفظ وأن القانون يجب أن يسود. وأشار الكاظمي إلى أن بعض القادة الأمنيين يحاولون التهرب من المسؤولية، ما يؤدي إلى ضعف ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية بشكل عام. الضعف الأمني كما ذكرت يؤثر على عملية الإعمار، نحتاج يكون هناك حسم وتدريب لقواتنا لحفظ القانون. حياة المواطنين يجب أن تحفظ، ولكن في نفس الوقت القانون يجب يكون هو السائد والحسم وليس المجاملة. أجهزة الأمنية البعض يحاول يتهرب من المسؤولية، ما يؤدي إلى أضعاف في أداء وهيبة وثقة المواطن بالأجهزة. يأتي هذا في وقت توافد العشرات من الناشطين والمتظاهرين إلى قبر الشهيد إيهاب الوزني في محافظة كربلاء وسط تجدد المطالبات بكشف قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم. الناشطون أكدوا استمرارهم على نهج الشهيد الوزني في التظاهر لحين تحقيق المطالب المشروعة، مشددين على عدم التراجع عن التظاهر لحين الكشف عن هوية قاتلي الوزني ومحاسبتهم، فيما هددوا بالتصعيد في حال تسويف مطالبهم التي من أهمها محاسبة قتلة المتظاهرين. هذا الرجل 11 سنة هو بالساحات، ما ساوم، كل المغريات قدموه إليه ما ساوم على القضية. احنا نجدد العهد إليه هو وبقبره، نقول له احنا باقين على نهجك وثابتين إن شاء الله، وما نسحب من الساحة
إلا محاسبة قتلة المتظاهرين وقتلتك أنت بالذات وفاهم الطائي وكل شهداء ثوار تشرين. ساحة أحرار كربلاء وبعضهم من المحافظات توجهنا إلى قبر الشهيد البطل الغيور ابن كربلاء ابن الفقراء ابن الأيتام إيهاب جواد الوزني، والآن متواجدين أمام قبره، وإن شاء الله دم إيهاب ثورة يبقى إلى أبد الآبدين، دم إيهاب ثورة. ونحن متواجدين في كل لحظة على نبض إيهاب عندما كان حيا، واليوم هو حي يرزق ونحن الأموات. ابننا إيهاب موجود حي بداخل كل شباب كل ثوار العراق وكل ثوار التشرينيين متواجدين اليوم عند قبره. احنا باقلين عن مهله، هاي المهله اما نكون او ما نكون. احنا صارنا سنتين بالشارع، تعرف انت ايه، صارنا سنتين بالشارع. الشباب استنزفت طاقاتها، اللي ما عنده كروه، اللي عاف دراسته، اللي عاف شغله، اللي احنا بهالحاله احنا وين مهله ام الشهيد؟ اما نكون اما نكون. كنا قبل نطالي نطلع نداعي بخدمات كهرباء، ماء، تبليط، خدمات مستشفيات، تعيينات. هسه صارت القضيه الاساسيه الوطن ودم الشهيد. استجوبوهم، حمله تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبه باستجواب القاده الامنيين في البرلمان الذين حصلت في اثناء تسنمهم مسؤولياتهم الامنيه عمليات قمع المتظاهرين. تفاصيل اوفى في سياق التقرير الاتي. ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب، ايه استهلت بها مجموعه من الناشطين المدنيين لانطلاق حمله كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي وساحات التظاهر في العراق تحت عنوان استجوبوهم، للمطالبة باستجواب القادة الأمنيين الذين كانوا بمناصب المسؤولية وحصلت في زمانهم عمليات قمع واغتيال للمتظاهرين. أغلب القادة الأمنيين المتهمين بقتل وتعذيب المتظاهرين هم موجودين حاليا بمناصب حكومية رفيعة، وكل الدعوات اللي أطلقتها عوائل الضحايا وحتى الناس العاديين لم تجد أي صدى عند الحكومة التشريعية والتنفيذية. قادة الدولة أو القيادات العليا كما يطلق عليها بالعرف الأمني تقع على عاتقها المسؤولية الأكبر، وإنهم فشلوا في تقويض الأزمة ولملمة الاحتكاك بين العنصر الأمني والمتظاهر كما يرى مختصون. تدخل القوات الأمنية، وهي يجب أن تتدخل، بس يجب أن تتدخل بعامل إيجابي وهو التوفيق وتهدئة الوضع. بس أنا باعتقادي القوات الأمنية موجهة بتوجيهات معينة، وحينما ننظر إلى المساءلة يجب أن نسأل نفسنا مع من نتعامل وضد من. الحقيقة العمل اللي تقوم به الدولة هو إدانة لقواتهم، بينما قواتهم تعمل تنفيذا للأوامر مالهم، ولحد الآن باعتقادي لم تقم الدولة بتلبية متطلبات الجماهير، علما بأنه الطلبات اللي يطلبوها هي طلبات إصلاحية، وهذا يقوي دور الحكومة. مراقبون يرون أن قمع التظاهرات من قبل القوات الأمنية وبالرغم من المطالب المشروعة التي رفعها المتظاهرون تعكس مؤشرا خطيرا يثبت أن ولاء القوات الأمنية في العراق للأحزاب المسيطرة على السلطة وليس لإرادة الشعوب، وإن القادة الذين تم توليهم للمسؤولية العليا تابعين للأحزاب الحاكمة على حد وصفهم. عيسى كاظم، قناة الفلوجة. أما الآن ينضم إلينا الناشط المدني أكرم عذاب. أهلا بك أستاذ أكرم. حملة استجوبوهم التي انطلقت أخيرا وجهت ضغطها هذه المرة إلى البرلمان، طبعا انطلاقا من دوره التمثيلي الرقابي التشريعي، جدوى هذه الحملة؟ مساء الخير عليكم وشكرا على الاستضافة. بالحقيقة جميع الحملات اللي يقوم بها أبناء الشعب العراقي من المحتجين هي حملات نحن نعرف إلى أي مدى من جدواها، والغاية القصوى منها هو إحراج من يدعون تمثيلهم للشعب العراقي داخل قبة البرلمان وإحراج القادة السياسيين
باتخاذ قرارات صريحة وواضحة وجريئة بمحاسبة قتلة المتظاهرين التي تعد جرائم قتلهم أو تصنف كإبادات جماعية أرقام كبيرة، أعداد كبيرة، جرائم تعذيب لا ترقى للمستوى الإنساني بصلة، وكذلك عمليات إجرام مقاطع الفيديو اللي تبثها قناتكم حتى هاي اللحظة وباقي الفضائيات العراقية تؤكد أنه في العراق الديمقراطية بلا حقوق إنسان وبلا أدنى حقوق العيش الإنساني، فهي عبارة عن حملات لإحراج السلطة ومن فيها من قيادات سياسية. وتمكنت هذه الحملة من إحراج البرلمان يعني أستاذ أكرم، تمكنت الحملة، حملة استجوبوهم التي انطلقت أخيرا، من إحراج البرلمان لعجزه عن الالتئام حتى الساعة منذ نحو شهرين؟ بالحقيقة هو لدينا قناعة ثابتة وراسخة بأن البرلمان العراقي اليوم لا يمثل أبناء الشعب العراقي، ولكن القضايا الحقيقية والقضايا المصيرية التي نطالب بها ويدعون بأنها قضايا حقة يسمعونها ويستمعون لها جيدا ثم يتجاهلونها ويضيعونها بإدارتهم المعقدة ببيروقراطية جدا سيئة، ينتظرون أوامر من أوامر من أوامر بتعدد اللجان بتعدد مراكز القرار. نحن نحرجهم ونثبت للعالم وللرأي العام العربي والعالمي وكل من يراقب الشأن العراقي بأنهم غير قادرين على إدارة ملف يخص العدالة والتي هي من أسس الحكم الرشيد في أي مكان بالعالم. جميعهم عاجزين عن اتخاذ أي قرار بتحقيق العدالة لكل الناس. طيب يعني انطلاقا من هذه الجزئية أستاذ أكرم، هل يعني هناك من يؤكد بأن الجماعات التي أقدمت على قتل المتظاهرين تحظى بغطاء سياسي يحميها؟ يعني هذا وارد؟ يعني تذهبون بذلك الاتجاه؟ نحن نعتقد حسب مراقبتنا للأحداث أن هناك تفكيك للأمر. الطرف الأول، القاتل الأول والمتهم بالقتل الأول هي أجهزة الدولة الرسمية، وحملة استجوبوهم استهدفت أهم شخصين في حكومة عادل عبد المهدي، وزير الدفاع ووزير الداخلية، القادة الأمنيين المسؤولين مسؤولية مباشرة عن حياة الناس، وكذلك رئيس الوزراء السابق المجرم عادل عبد المهدي. هذا الشق الأول. الشق الثاني، الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج أطر الدولة هي محمية بقرارات سياسية رغم وجود عدة أدلة مثل مجزرة السنك، معروفة الفصائل التي دخلت وقتلت الناس في مجزرة السنك وغيرها من الأماكن، اقتحام ساحة النجف الأشرف وعدد الشهداء اللي سقطوا بساحة النجف، الميليشيا التي هاجمت ساحة النجف معروفة، كذلك اقتحام ساحة الحبوبي عام 2020 معروفة الميليشيا المسلحة التي اقتحمت ساحة الحبوبي. كل الفريقين هم مطلوبين لأبناء الشعب العراقي بتعبيرنا الدارج وفق ما نعيشه من حالة مجتمعية، نعتقد بأنهم مطلوبين ثأر، وثأرنا إن شاء الله للأجيال، كل الأجيال مؤمنة أن الظلم اللي تعرضت له شريحة واسعة من شباب العراق وتم قتلهم جهارا نهارا علنا بيد ظالمة أستاذ أكرم وبظلم واضح، كل الناس شاهد الظلم. نعم أستاذ أكرم، أيضا يعني هناك من يحمل حكومة الكاظمي مسؤولية الإخفاق في كشف قتلة المتظاهرين، وهو أخيرا تعهد ومن ذي قار بكشف أولئك القتلة. هذا السؤال جدا مهم. نحن نعتقد بأن شخص الكاظمي تحديدا هو أحد المتهمين بقتل المتظاهرين من 2019 حتى توليه منصب رئاسة الوزراء، وكذلك بعد توليه المنصب هناك أكثر من 11 شهيد، أكثر من 7 عمليات اغتيال داخل بغداد والمحافظات، أكثر من عمليات تفجير لمنازل الناشطين والمشاركين بالاحتجاجات، وأنا أحد الضحايا في ظل حكومة الكاظمي تم اغتياله في بغداد قبل عدة أشهر. نعتقد بأن الكاظمي هو شريك للقتلة ويحاول التغطية عليهم ومستمر بهذا. لكن هذا أيضا يقودنا من جديد إلى نقطة كنا قد توقفنا عندها، غياب الغطاء النيابي لحكومة السيد مصطفى الكاظمي، للكاظمي بالتحديد. يعني ربما أي حركة تهدد كيان هذه الحكومة ووجودها،
يعني كيف تنظرون إلى هذه النقطة بالتحديد، خاصة أننا ذكرنا ومن خلالكم بأن تلك الجماعات المسلحة هناك من يعتقد بأن جهات سياسية تحميها، تلك التي أقدمت على قتل المتظاهرين أو على الأقل استفادت ووظفت ذلك الأمر لصالحها؟ الإجابة على هذا السؤال بشقين. كان يجب عليه ويجب عليه الآن، كان يجب عليه أن لا يرتضي أن يأخذ دور كدور عادل عبد المهدي وأن يكون أداة للقتل والقمع وتغطية الفساد وتغطية الجرائم الكبرى بحق الوطن وبحق أبناء الوطن، هذا واحد. أما ما عليه الآن، عليه أن يتخذ قرارات باعتباره رئيسا للحكومة وهو السلطة التنفيذية القادر على تنفيذ كل القوانين التي قد تكون موجودة ونافذة وفق القوانين العراقية والدستور العراقي، وإلا عليه الاستقالة وتركهم في لج الضياع والتدخلات الخارجية. الناشط المدني أكرم عذاب، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. الأخبار مستمرة. انتخابيا تصاعدت في الآونة الأخيرة ظاهرة شراء أحزاب وشخصيات سياسية لصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تمتلك آلاف المتابعين كجزء من الدعاية الانتخابية والترويج الحزبي الذي انطلق مبكرا خلافا لضوابط مفوضية الانتخابات. رصدت قناة الفلوجة العشرات من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي قام السياسيون ومرشحون للانتخابات بشرائها وتحويلها لأسمائهم ونشر نشاطاتهم أو استخدامها كمنصات لتسقيط الخصوم السياسيين، فيما لاقت تلك الظاهرة سخرية العراقيين التي عدوها ظاهرة مكشوفة للرأي العام، مطالبين الحكومة ومفوضية الانتخابات بأن يكون لهم دور رقابي قوي جدا لمتابعة تلك الإجراءات. إذن تنافس على الأرض وصراع في فضاء الإنترنت، مئات آلاف الدولارات تصرف على جيوش إلكترونية مهمتها تسقيط الخصوم السياسيين أو استهداف ناشطين. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الآتي. حرب من نوع آخر، ساحتها مواقع التواصل الاجتماعي وقادتها أحزاب سياسية متنفذة ومشاركة بالسلطة، أما أهدافها فتحدد بمن يعارضها، فتارة تستهدف نشطاء الحراك الشعبي وتحرض عليهم، ومرة أخرى تسقط الخصوم السياسيين، إنها الجيوش الإلكترونية. أجهزة الكمبيوتر والموبايلات تحظى باهتمام كبير من قبل الشارع العراقي، بل إنها تفوق وسائل الإعلام المرئية من خلال القنوات الفضائية وغيرها، وهذا ما يؤثر بالسلب على العملية الانتخابية والحملات الدعائية المبكرة، وكذلك في التسقيط المباشر للعديد من الشخصيات. صراع يحتدم وخلاف يشتد بين الأطراف للتغطية أو التستر على الفساد أو الفشل أو تسقيط الخصوم، تكلف الأحزاب ملايين الدولارات بحسب العاملين بهذا المجال. كل حملة تشن هذه الجيوش الإلكترونية تبدأ من 100 دولار وصولاً إلى 10,000 دولار إلى مئات الآلاف من الدولارات عن طريق دعم خارجي، عن طريق أحزاب داخلية هدفها تسقيط وتشويه المنافسة الانتخابية بين الأحزاب المشاركة للانتخابات. وحذر مراقبون من خطورة السماح لمثل هذه السلوكيات مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، داعين الجهات المسؤولة عن نزاهة الانتخابات إلى التصرف على نحو يضمن حماية الناخب العراقي من المعلومات المزيفة أو المضللة التي تبث وتؤثر على سير العملية الانتخابية. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية. نبقى في السياق الانتخابي، حيث حذر قياديون في تحالف عزم بمحافظة صلاح الدين من استغلال جهات سياسية لموارد الدولة المال العام ضمن سياق الترويج الانتخابي، مؤكدين على ضرورة محاسبة المخالفين لضوابط مفوضية الانتخابات، فيما جددوا التأكيد على أن البطاقة البيومترية الرقابة الأممية الفاعلة هي الطريق الأوحد لضمان نزاهة الانتخابات وتغيير الوجوه التي عاثت فسادا وخرابا في البلاد. المال السياسي واستخدام النفوذ المسؤولين له باعوا الموجود في محافظاتنا، وبالذات احنا في محافظة صلاح الدين حاليا، حقيقة انه يعني واضح ومعلوم استخدام المال السياسي بكثرة،
ومحاولة جذب أصوات الناخبين الموجودين بكل الطرق حتى المشروعة وغير المشروعة، وأيضا استخدام يعني آليات الدولة واستخدام نفوذهم المسؤولين في تيسير مشروعات خدمية هي بالأساس مقرضة من موازنة الدولة العراقية ومقرضة من مشاريع خاصة يستثمروها بعض الأحزاب اللي مسيطرين مسؤولونهم بالمحافظة. من المعيب حقيقة أنه تستمر حالة استخدام المال السياسي للصعود إلى الموقع، خلينا نقول موقع المناصب وتحمل إدارة الدولة. الحل الأمثل نرجع نقول هو البطاقة البيومترية والتركيز السلطة أيضا على موضوع نزاهة الانتخابات ومشاركة الهيئات الدولية في مشاركة فعلية، أيضا مشاركة في، إحنا لا نقول أنه في كل مراكز الانتخابية بس المشاركة اللي هي تؤدي إلى تكون نزاهة الانتخابات، لأنه بنزاهتها نستطيع أن نبني الوطن. في كركوك أكد النائب عن المكون التركماني أرشد الصالحي أن التغييرات في مفوضية انتخابات كركوك فرضت بالقوة، وأشار الصالحي في مؤتمر صحفي إلى أن التغييرات شملت مكونا واحدا فقط، فيما اتهم بعثة الأمم المتحدة بمحاباة مكون واحد على حساب المكونات الأخرى على حد قوله. أحد القضاة الكرد وهو من السليمانية فرض على رئيس مجلس المفوضين هذا الكتاب. من المعيب جدا على مجلس المفوضية أن يتعامل بناء على ضغوطات سياسية. اليوم الأمم المتحدة أمام مسؤولية تاريخية في عدم الحفاظ على السلم الأهلي، لأنها ستؤدي إلى عواقب وخيمة بهذا الخصوص. الأمم المتحدة أيضا أخطأت في توصياتها إلى مجلس النواب العراقي بالإتيان بقانون تقسم فيه المحافظات بالنسبة لكوتة النساء. لا يمكن لهذا القانون أن تنجح في محافظة عرقية. احنا كنا نأمل أن تتساوى الجميع في التصويت على مرشحيها في انتخابات كركوك، لكن اللي حصل قسموا كركوك إلى ثلاث كركوكات. في الموصل يبدو أن الدعاية الانتخابية المبكرة وغير القانونية قد امتدت هذه المرة لتشمل آثار العراق ولتهدد وجودها، حيث أثار المؤتمر الصحفي الذي نظمه محافظ نينوى نجم الجبوري برفقة وزير الصناعة منهل الخباز ورئيس ديوان الوقف السني سعد قنبش والخاص بالإعلان عن قرب المباشرة بإعمار جامع النبي يونس أثار امتعاض المتخصصين بعلم الآثار الذين حذروا من خطورة الشروع بإعمار جامع النبي يونس قبل انتهاء عمليات التنقيب الآثارية التي تقوم بها جامعة عالمية، حيث أكد المتخصصون أن عمليات التنقيب لن تتوقف بعد 10 أيام كما يدعي المسؤولون، بل إنها بحاجة إلى موسمين تنقيبيين آخرين. كما حذر المتخصصون من أن تواجد الآليات الثقيلة في موقع جامع النبي يونس سيهدد القيمة الآثارية للموقع والذي يحوي عمقا تاريخيا كبيرا. حذر آثاريون من حملة إعمار عبثية قد تهدد القيمة الآثارية لجامع النبي يونس في الموصل، فلنتابع معا. فجره داعش عام 2014، جزء من معالمه التاريخية تدمرت. بعد التحرير انطلقت عمليات التنقيب الآثارية التي تقودها جامعة عالمية. الضرر الخطير الذي أحدثه التنظيم المتطرف بجامع النبي يونس في الموصل كان بدوافع إرهابية، غير أن هذا المعلم والذي يحوي تحته قصرين أثريين وشبكة أنفاق تمتد على مسافة 800 متر ها هو اليوم معرض لخطر الدمار مجددا بسبب حملة إعمار انتخابية أطلقت خلال مؤتمر صحفي عقده المحافظ نجم الجبوري برفقة وزير الصناعة ورئيس ديوان الوقف السني. وربما يكون مشروع انتخابي، والدليل حضور بعض النواب. يعني عملية التحرير تمت قبل 4 سنوات والجامع مهدم من 4 سنوات الآن. تذكروا الجامع قبل الانتخابات ب5 أشهر. فبالنتيجة أولا من الناحية الفنية عملية إعادة البناء شبه مستحيلة لوجود شبكة من الأنفاق
لوجود شبكة من الأنفاق. وأيضا من الناحية الفنية، جامعة هايدلبرغ ما راح تكمل تنقيباتها إلا بعد سنوات. المختصون في الآثار استغربوا الحركة المفاجئة التي أقدمت عليها الحكومة المحلية لإعمار جامع النبي يونس، بعد أن ادعت أن عملية التنقيب الآثاري ستنتهي بعد 10 أيام، في حين أن البعثة التنقيبية أكدت الحاجة إلى سنين عديدة لإكمال المهام. عملية التنقيب اللي تقوم بها جامعة هايدلبرغ وليست شركة تنقيب لن تتوقف أو لن تكتمل بعد 10 أيام. هم فقط قاموا بموسمين للتنقيب وما زال هناك مواسم كثيرة. عملية التنقيب تحت الجامعة النبي يونس ممكن أن تستغرق سنوات. أهالي نينوى من جانبهم استهجنوا امتداد الدعاية الانتخابية إلى ملف الآثار في العراق، مؤكدين أهمية عدم التدخل في أعمال البعثة التنقيبية بجامع النبي يونس. بشكل عام ستصل الدعاية الانتخابية في كل مجالات الحياة حتى يستطيع السياسي أو يستطيع المرشح الوصول إلى الأصوات. وأكد أهالي الموصل الحاجة إلى لجان علمية مختصة بإعمار المعالم الآثارية وعدم تركها أسيرة بيد محسوبيات السياسة. أما الآن ينضم إلينا القيادي في تحالف عزم الدكتور سعد ظاهر القيسي. أهلا بك دكتور سعد. يبدو أن هناك استغلالا لموارد الدولة، كذلك المال العام، الدوائر الحكومية كواجهات خلفية للدعاية الانتخابية. كيف يمكن لنا أن نفهم ذلك؟ نعم، بدأت الحملة الانتخابية مبكرا من قبل أحزاب متنفذة في السلطة باستغلال المال العام واستغلال المسؤولين التنفيذيين التابعين لهم في مناطق بغداد والمحافظات المحررة. وهذا الشيء بدأ جلي واضح يعني للعيان من خلال القيام بمشاريع على الأرض ومن أجل كسب أصوات أكبر عدد من الناخبين واستغلال المال العام ونفوذ المسؤولين المحليين الموجودين. طيب دكتور سعد، يعني حقيقة تطرقنا قبل قليل إلى آخر الصيحات والتقليعات للدعاية الانتخابية، من بينها على سبيل المثال الحصر، وربما قد تتكرر في بغداد العاصمة، ما حصل في الموصل من محاولة إعادة إعمار جامع النبي يونس بما يهدد القيمة الآثارية لذلك الجامع. نعم 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 ست، هم يستغلون أي منفذ أو أي مشروع. هو أصلا هاي المشاريع اللي موجودة هي مشاريع قائمة ضمن الموازنة العامة، هاي أقرت من قبل الدولة العراقية وأقرها مجلس الوزراء، وهاي المشاريع هي للجميع، لكن هم يستغلون نفوذهم من خلال مسؤولهم المحليين ومن خلال المحافظين بالذات في المحافظات المحررة بالقيام بأعمال تمس روح المواطن حتى يقدرون يجذبون أكبر عدد من أصوات الناخب، حتى وصلت المرحلة إلى أنه يقومون بإنشاء مشاريع جديدة. أما مشروع يعني جامع النبي يونس، هذا الجامع الكبير، هذا الجامع اللي قدسيته، هذا الجامع اللي له عمق تاريخي، المفروض أنه ما يتدخل به السياسة ولا يتدخلون به الأحزاب الحاكمة المتسلطة اللي موجودة بمحافظاتنا، وأنه يقام من قبل وزارة الثقافة وهيئة الآثار وبشكل حضاري بشكل يليق باسم هذا الجامع وتاريخه العميق. لكن نجد مع الأسف بأنه تدخلاتهم أصبحت واضحة وجلية للمواطن، حتى من خلال مشاريع اللي تمس حياة المواطن وتمس تاريخنا وتمس أصالتنا وتمس عمقنا الإسلامي والعروبي. نعم، انطلاقا من هذه الجزئية الأخيرة التي وردت في حديثك دكتور سعد، في تحالف عزم أشرتم يعني محاباة في توزيع المشاريع لصالح جهة معينة على حساب جهات أخرى تحديدا في المناطق المحررة. نعم، هذا الجانب واقعي وحقيقي يعني احنا عندنا تدرين موازنة 2019 تأخرت الصرف وموازنة 2020 وقرت، وبالتالي هاي الموازنات الاثنين مشاريعها كانت متلكئة لعدم وجود الأموال الكافية ولمرور البلد بأزمة مالية. حاليا من صرفت هاي الأموال للمحافظات المحررة، هي أصلا كانت موجودة سابقا وهاي المشاريع كانت معدة سلفا وحتى من عدة من قبل حتى مجالس المحافظات الملغية،
أما استغلالها باستغلال إعلامي استغلال حزبي أعتقد أنه غير صحيح، وعلى مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة اللي موجودة بالبرلمان الحد من هاي الأعمال وتحديد المسؤولين التنفيذيين يعني في المحافظات المحررة بعدم استغلال هذه المشاريع لغرض جلب الناخب. أما أنه يبدون بمشاريع حتى ست مشاريع صغيرة جدا يبدي بها كأنه هذه هدية أو هبة، بينما هي أصلا من الأموال العامة للشعب اللي موجودة ومقرب الموازنة، فكيف هي هبة من الحزب أو الجهة السياسية اللي موجودة؟ أعتقد هذا الأمر خطأ وهذا الأمر يجب أن يقف، لأنه هذا يأثر على بقية المرشحين وما تكون عدالة به، وعلى مفوضية الانتخابات أنه تقوم بعملها بصورة صحيحة. نعم. حتى نقدر ندخل بانتخابات شفافة. هل بإمكان مفوضية الانتخابات دكتور سعد إدارة العملية الانتخابية على الوجه الأمثل يعني، وتأثير عدم استخدام ربما البطاقة البايومترية موقف تحالف عزم من هذه الجزئية بالتحديد؟ والله ست موقفنا واضح وصريح، ومنذ البداية أعلننا أنه إحنا على البطاقة البايومترية. حقيقة إحنا هذا استخدامها ينطينا شفافية وينطينا عدالة وينطينا حتى نتائج إيجابية. أما استخدام البطاقة القديمة أعتقد أنه هذا البطاقة القديمة راح تنطينا أوجه بالتلاعب وأوجه بالتزوير، وهذا الشيء ما مقبول. يعني على مفوضية الانتخابات يعني اتخاذ القرار المناسب، حتى لو كانت نسبة المشاركة تقل، حتى لو كانت نسبة التحديث أقل، لكن أقل شيء خلينا نكون نتائج انتخابات مرضية، مرضية حتى للعالم، مرضية للشعب العراقي، تكون صحيحة واقعية، تنتج نواب حقيقيين يمثلون هذا الشعب، هذا الشعب التعبان، هذا الشعب البائس اللي مر مرحلة 18 سنة من مرحلة تزوير ومرحلة تداعيات ومرحلة ظهور ممثلين غير حقيقيين الحقيقة لهذا الشعب. أتمنى أنه تكون البطاقة البيومترية هي المعتمدة وهي اللي نقدر من خلالها نعتمد أنه هاي النتائج حقيقية وصحيحة 100%. نعم. هل أشرتم يعني في محافظة صلاح الدين وأنتم دكتور سعد مرشح عن محافظة صلاح الدين عن تحالف عزم، هل أشرتم شراء البطاقات الإلكترونية في المحافظة من قبل جهات سياسية لاستخدامها في الانتخابات لتزوير أصوات أو إرادة الناخبين على وجه الدقة؟ نعم، هذا الشيء موجود ومؤشر، وهناك بطاقات القديمة تباع حاليا ومعروضة يعني بكميات كبيرة جدا لغرض استغلالها بيوم الانتخاب. وهذا الشيء ما مخفي ومعلوم لدى الجميع، لأنه هاي البطاقة تدرين انتهاء المحافظات من 2014 نزحت من مناطقها، وقسم منها ما موجودة وقسم منها ضايعة وقسم منها الأكثر أنه موجودة مفوضة انتخابات ما استلمت. ولهذا أعتقد بأنه هاي الحالة راح تستغل استغلال بشع، وحالة الشراء والبيع موجودة، وعلى مفوضية الانتخابات اتخاذ القرار المناسب بإلغائها حتى تحد من هاي النسبة، وأيضا تنطي فد مصداقية واضحة للمواطن وللعالم بأنه المفوضية جادة وعازمة على أن تكون نتائج هذه الانتخابات نتائج اكتوبر 2021 نتائج حقيقية فعلا تنتج ممثلين عن هذا الشعب. نعم. القيادي في تحالف عزم الدكتور سعد ظاهر القيسي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. الأخبار مستمرة. اقتصاديا، كشف وزير النفط إحسان عبد الجبار عن وجود أحزاب سياسية تبتز الوزارة من أجل طلبات توظيف وتمرير عقود. وقال عبد الجبار لوكالة أسوشيتد بريس أن الخوف من الانتقام السياسي تسبب في تأخير اتخاذ القرارات لتطوير قطاع النفط في العراق خلال الفترة السابقة، وأضاف أنه يتم استخدام مزاعم الفساد كأدوات من قبل اللاعبين السياسيين لتحقيق أهدافهم. وأوضح أن 80% من وقته يمضيه في تلقي طلبات من الأحزاب السياسية للتوظيف وتمرير العقود، وهي طلبات يتم رفضها بشكل روتيني. ومن ناحية أخرى، بيّن الوزير أن هناك مفاوضات تجرى مع شركة أرامكو السعودية وشركة شلمبرغر الأمريكية لتطوير حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار.
إذن نحو 30 دولارا هو فارق سعر برميل النفط الحالي، مع ذلك المثبت في موازنة العام الحالي، مع ذلك ما زالت الشرائح المجتمعية الفقيرة والمتضررين من آثار الحرب يفتقرون لأي دعم حكومي في ظل خفض قيمة الدينار وغلاء المعيشة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الآتي. كم هو فارق سعر النفط الذي لم تحتسبه الموازنة؟ سؤال يتحرج منه صناع القرار وتطرحه الفئات المهمشة. فبرميل النفط تم حسابه ضمن الموازنة بقيمة 40 دولارا، لكنه تخطى 70، 30 دولارا يبحث عنها المواطن. أين ذهبت؟ غلاء أكو ناس كثيرة ما تقدر على العيشة، ما تقدر، يعني السوق غالي على شنو؟ على مالمي عمي، حلالة على النظام السابق، حلالة، يعني أكون صريح وجاد بكلامي. أما هسه عينب على هالوضع هذا، يعني شو النفط زايد فوق 120 تريليون دولار بالخزينة، وينها؟ يعني فائض النفط المن للدولة، الدولة هي تتصرف بأمور البلد، يخوما احنا نتصرف بأمور البلد، المسؤولين بالدولة هم يتصرفون بأمور البلد، احنا ناس على قد حالنا نشتغل يوم بيوم. يصدر العراق يوميا نحو 2.9 مليون برميل من النفط، وأكثر من 70 مليون دولارا هي فارق سعر خارج أموال الموازنة، رقم يساهم بشكل كبير لو صرف كتعويضات للمتضررين من العمليات الإرهابية لبناء منازلهم. 40 دولار وضعت الموازنة والآن 70 دولار، هذه الزيادات لو تم وضعها في صناديق سيادية أو استثمارات أو توزيع هذه الزيادات على المواطنين من أصحاب الدخول المنخفضة والعمال ذوي أجور اليومية، خاصة وأنها تشهد أسواقنا اليوم ارتفاعات عالية، وبدليل أنه سعر الصرف وصل إلى 150 دينار بالنسبة لفئة الدولار. مفوضية حقوق الإنسان طالبت هي الأخرى بتعويض المتضررين من ارتفاع أسعار الدولار، وعدته واجبا حكوميا، فإن المواطن العراقي أصبح غير قادر على سد احتياجاته المعيشية. لقناة الفلوجة الفضائية، أحمد ناجي. أما الآن ينضم إلينا القيادي في تحالف عزم الأستاذ عيسى الساير. أهلا بك أستاذ عيسى، لماذا هذا التأخير في تعويض المتضررين من الحرب؟ هل الخلل في الأنبار أم في بغداد العاصمة في اللجنة المركزية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر أستاذ صدد ومشاهدي قناة الفلوجة. حقيقة موضوع التعويضات، ملف التعويضات، ويعني هذا حقيقة أصبح ملف يعني شائك، والمواطن يعاني معاناة كبيرة بسبب هذا الملف. المسؤولية مشتركة يعني حقيقة في من كل الجهات، سواء الجهات المحلية أو الجهات الحكومة المركزية، لأنه التعويضات يعني وملفاتها ولجانها أصبحت بورصة للتعامل مع المواطن، يعني حقيقة بدأت تبتز المواطن والحصول يعني لتمشية معاملات التعويضات. نلاحظ أنه كثير من الأشخاص ومن المتنفذين يعني حصلوا على تعويضات كبيرة جدا وب يعني معاملات وهمية أيضا، وهذه حقيقة مؤشرة، حقيقة يعني لا يمكن أحد ينكرها، يعني لذلك يعني المواطن الفقير المحتاج أصبح لا يلقي له بالا في تمشية معاملته، لأنه إما أن يقوم بدفع المبالغ محددة عن طريق سماسرة، وإلا أنه يعني المعاملة تعويضة مالته وتعويضاته لحد هذه اللحظة إما أن تكون فيها نقوصات أو يعني تبقى في الرفوف، والآن موجودة عشرات الآلاف من المعاملات ومعاملات التعويضات موجودة الآن في رفوف اللجان. طيب يعني أستاذ عيسى، لديكم تصور في تحالف عزم تحديدا في مدينة الفلوجة يعني عن أوضاع المتضررين ممن لم يستلموا التعويضات حتى الساعة وهم بحاجة إليها، لديكم تصور عن أوضاعهم، ربما أعدادهم بشكل عام؟
بالتأكيد احنا يعني خاصة في تحالف عزم يعني لدينا تصور كامل عن ملف التعويضات، وأيضا هو من ضمن مشروع الانتخابي لتحالف عزم الملف. أنا إن شاء الله تعالى سيكون لتحالف عزم دور كبير في يعني إنصاف المتضررين ويعني إعطائهم الحق، لأنه لدينا كل تفاصيل هذه العملية، فنحن واضعينه في أولوياتنا في تحالف عزم في المرحلة الانتخابية القادمة. نعم، تحركاتكم أيضا بشكل عام في الفلوجة والأنبار أستاذ عيسى. التحركات الحقيقة اللي يقوم بها تحالف عزم بخصوص العملية الانتخابية القادمة وخصوص ما يخص ملف التعويضات للمتضررين، نحن يعني جادين في هذا الموضوع، ولدينا يعني ستكون هناك ورش عمل وستكون هناك لقاءات كثيرة مع المسؤولين، ولا سيما لدينا التصور الكامل على ملف هذا الملف بالتحديد يعني، فإن شاء الله تعالى سيكون لعزم دور كبير جدا في إنهاء هذا الملف وإيصال الحقوق لأهلها. نعم، طيب هل هناك من ملفات أخرى في قائمة الأولويات لديكم أستاذ عيسى في مدينة الفلوجة بالتحديد؟ بالتأكيد، لأنه عندنا ملف الخدمات، أيضا ملف المغيبين حقيقة الذي هذا أرق الكثير من أبناء مدينة فلوجة، هذا الملف الذي طال يعني وقته ولم يحسم لحد هذه اللحظة، أيضا من يعني تحالف عزم وخاصة في مدينة الفلوجة، لأنه أغلب المغيبين هم من أبناء الفلوجة وتحديدا في أبناء السقلاوية وغيرها. أيضا لتحالف عزم هنالك خطة عمل لإنهاء هذا الملف وإيجاد الحلول مع الحكومة المركزية للخلاص من هذا الملف، لأنه أصبح حقيقة عبء ثقيل على أهالي الفلوجة. نعم، القيادي في تحالف عزم الأستاذ عيسى الساير، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. الأخبار مستمرة. وجه وزير التجارة على الجبور بإطلاق عملية نقل البطاقة التموينية في جميع المحافظات، وذلك خلال زيارته إلى محافظة الأنبار والتي بحث فيها سبل إنجاح آليات نقل البطاقة التموينية. وأعلن الجبوري في مؤتمر صحفي إطلاق مشروع السلة الغذائية في مطلع تموز المقبل، مبينا أنها تشمل 5 مفردات وهي الأرز والسكر وزيت الطعام ومعجون الطماطم، بالإضافة إلى البقوليات والطحين. عزنا بأن تكون عملية النقل والشطر منذ يوم غد، وستكون هناك بآلية تتيح للمواطن التعامل مع الوكيلة والذهاب إلى المركز التمويني بشكل مباشر لتخفيض العبء على أهلنا وأخواننا في عموم محافظات. في السلة الغذائية التي ستنطلق خلال 2 المقبلين سيكون الملف معالج بشكل تام، وستوزع المفردات البطاقة التموينية مرة واحدة، وأيضا ستكون بها زيادة من مادة معجون الطماطم والبقوليات. مستحقات الفلاحين صرفت في سنة 2020 بشكل كامل، وخصص مبلغ وصرف أيضا مبلغ 80 مليار لسنة 2021، ونتوقع خلال الأيام القليلة القادمة سوف تصرف مبالغ لسنة 2021. اليوم حقيقة كانت هذه الزيارة تمثل نقطة انطلاق لتنظيم العمل مع وزارة التجارة. هناك كثير من الدوائر إن شاء الله ستوضع في الخطة القادمة إن شاء الله وزارة التجارة. في الذكرى السنوية 7 لسقوط مدينة تكريت بيد تنظيم داعش الإرهابي، أقام ملتقى شباب تكريت وقفة حدادا على أرواح الشهداء من القوات الأمنية والمدنيين الذين ارتقوا في تلك الأحداث. ناشطون وإعلاميون تجمعوا في المكان نفسه الذي دخل منه داعش الإرهابي إلى المدينة في عام 2014، وقاموا بإيقاد الشموع وقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء وسط دعوات لبذل مزيد من الجهود الأمنية منعا لتكرار حوادث مماثلة في المستقبل. نظم طبعا ملتقى شباب تكريت اليوم وقفة حداد وقراءة سورة الفاتحة وأيضا إيقاد الشموع. طبعا ذكرى أليمة هي تمر علينا، 11 من حزيران سنة 2014 كانت هذا المكان بالتحديد، هذا المكان كان هو ملتقى لداعش أو دخول داعش في هذا المكان طبعا تحديدا.
اليوم شباب الملتقى وحكومتنا المحلية وأيضا اليوم قواتنا الأمنية تشارك ملتقى شباب تكريت بهذه الوقفة الحداد، نبعث رسالة ونقول بأن تكريت إن شاء الله تكريت آمنة، بأن تكريت إن شاء الله عصية على الإرهاب، عصية على داعش. اليوم تمر على مدينة تكريت ذكرى أليمة هي 11/6/2014 يوم دخول داعش إلى مدينة تكريت. بالتأكيد هذه الذكرى هي أليمة، فقدنا الكثير من الأشخاص والمدنيين والقوات الأمنية. إذن مئات المغيبين قسريا والآلاف من ذويهم يعيشون على أمل أن يعودوا يوما ما. تمر الذكرى السابعة لدخول تنظيم داعش الإرهابي إلى صلاح الدين، وما يزال مصير المغيبين مجهولا ومهملا حكوميا. وليدنا حيين ولا ميتين تطولنا يا ست سنوات لم تفارق الدموع والآهات ذوي المغيبين، وأطفال يبحثون عن آبائهم، ونساء عراقيات تحملن ما لم تتحمله الجبال. فبعد 2015 أصبحت هي الأم والأب والمعيل، وبكلمات اختنقت بعبرات تناشد هذه المرأة الضمير الإنساني بأن يعود زوجها الذي غيب بعد دخول داعش ولا تعرف مصيره إلى اليوم. يعني الحكومة تغفل عنه، أنا بنات الترمل عن 3 أشهر تزوجت وعندي طفل أعول بيه، والله العظيم 3 أشهر وعندي طفل أعول بيه، ويقول لي أريد بابا، يقول لي روح للسجن ونجيبيهم، أنا منين أجيبه من السجن؟ تقبلونها؟ يعني أنا مواليد 91 أعول أعول أصير ربة بيت، أصير عن الرجال والمرأة بالبيت ما يرهم. هذا نحموعتي وهاي أخوتها وولدها وأني ولد عمي وولد خوالي وكلهم راحم، يعني هل يمكن هذا؟ عوائل كانت تعيش آمنة مطمئنة حتى دخول داعش إلى محافظة صلاح الدين، وبعد عمليات التحرير اعتقل أبناؤها، وبحجة التدقيق الأمني لم يعد أي منهم حتى الآن، وذويهم يعيشون يومهم بالكفاف، فلا حقوق ولا رواتب ولا معيل، والحكومة تغض الطرف وتصم الآذان عن قضية المغيبين. اثنين اياد افتيخان عبد وليث افتيخان عبد، هم اهل النسوان اهل البيت واخذهم وخلوني، قالوا حجية بالخمسة رجعهم والنتنا وماكو جي الليل وماكو، والله بتنا بالليل وجا مطر حالوب ورعيد، والله بالديان بتنا بالسيارة احنا وقراضنا بالديان. الحكومة العراقية والمنظمات الإنسانية والدولية تقف صامتة أمام قضية المغيبين الذين تجاوزت أعدادهم الآلاف، وعلى ذويهم الصبر والانتظار، فست سنوات غير كافية لمعرفة مصيرهم. لقناة الفلوج عبد المنعم الويسي، صلاح الدين. ختاما من محافظة ديالى، حيث استجاب القيادي في تحالف عزم حسن الجبوري لأهالي قرية الثورة في ناحية قرتبة لتجهيزهم بالتيار الكهربائي الذي يفتقرون إليه منذ أكثر من 60 سنة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الآتي. انبثقت هذه القرية إلى الحياة منذ أكثر من 60 عاماً هنا قرتبة، حيث تسكنها عشرات الأسر المزارعة والتي تساهم في مد الأسواق بالغذاء، لكنهم في المقابل لا يتلقون أي خدمات أساسية من الحكومة كالماء والكهرباء. هاي القرية تأسست ب58، ومن 58 لحد الآن تيار كهربائي ماكو، كهرباء ما جتنا أساسا، خدمات ماكو، قرية مهملة، مسؤولين ما حد يسارنا. ولدت أنا من موعد 2002 لحد اليوم لا كهرباء لا مي لا خدمات، قرية مهملة من لين ظلمة النهار حارة، يعني لا كهرباء لا خدمات أيش ما توفرنا، مي هسه ماكو أبد. وخلال السنوات الماضية استغلت أطراف سياسية أصواتهم في الانتخابات، لكن وعود الإمداد والإنقاذ لم تنفذ، وبقيت هذه القرية خاوية على عروشها وأهلها مخذولين لا يلتفت إليهم أحد. عذرنا المالية صار الأمر قدمنا ما قدمنا إشي ما قدمنا، زعلي أنا وأخويا ورحنا قعدنا يمهم، قال يابا أنتوا إيش تحتاجون؟ قال أجيب لكم كهرباء وأجيب لكم شارع أجيب لكم مدرسة. قلنا ذن كل ما أريد، نحنا لا أريد سال لا داري التعينات، أريد تجيب لنا مولد للقرية. قال ما خال بس يعني أكمل شغل أجيب لكم مولد. طيب لا مولد لا كل شيء جاب لنا.
وفي بادرة طيبة استجاب لهم القيادي في تحالف عزم حسن الجبوري وجهزهم بالبنى التحتية للكهرباء ومدهم بالتيار بدعم من الشيخ خميس الخنجار الذي شدد على ضرورة خدمة المواطنين حتى لو قصرت الدولة في ذلك. منطقة تعاني من الكثير، تعاني من الأهمال، لم تجد من يمثلها بصورة حقيقية في البرلمان أو من المسؤولين السياسيين، لأن أنت ما تتصور قرية يعني من عام 1958 ما بها كهرباء، يعني في زمن القرن 21، يعني ما معقولة، يعني معقولة قرية بهذا الوقت ما توجد بها كهرباء؟ هي أبسط حقوق من حقوق المواطن هي الكهرباء، الكهرباء والمي. زين، تنقصهم مي ما عندهم، كهرباء ما عندهم، مدارس ما عندهم، يعني الله يكون في عونهم. جبنا لهم كهرباء وراح نحاول نحفر لهم بئر إن شاء الله. من محافظة ديالى عمر العبيدي، قناة الفلوجة. ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. نخوض حربا ضد تجار الشعارات والمفسدين. الكاظمي يتعهد أمام ذوي شهداء ومغيبي ذي قار سنكشف قتلة المتظاهرين. جرافات سياسية ودعايات مبكرة تهدد جامع النبي يونس. أثريون يحذرون من امتداد الحملات الانتخابية إلى الآثار التاريخية. وزير النفط يكشف المستور ويفضح ألاعيب الأحزاب. يطالبونني بالعقود والتعيينات ويبتزونني بالجيوش الألكترونية والقنوات. $30 للبرميل بين السوق والموازنة. ارتفاع النفط ينعش الخزينة ومتضررو الفلوجة يتساءلون أين التعويضات. صرخات ضحايا التغييب بلا مجيب. 7 سنوات على غصة المدن المحررة بلا حلول وعزم على كشف المصير المجهول. المزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار وغيرها تجدونها على موقعنا الفلوجة.tv أو من خلال صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بعافية.